السلام عليكم. نبدأ اليوم بالفصل الثاني اللي يتعلق بالموشن اللي نقصد بها الحركة. الحركة أبسط توصيف إلها أنه هي الدراسة تتعلق بموقع الجسم بسرعته وتعجيله. وحركة الجسم يعني معناها التغيير المستمر في موقع الجسم. طبعا هناك أنواع مختلفة من الحركة، أما تكون حركة انتقالية أو دورانية أو اهتزازية. يعني مثلا كرة القدم من تضربها حركتها راح تكون حركة دورانية، البندول من تحركه حركته راح تكون حركة اهتزازية. حركتك أنت من البيت للكلية أو من الكلية للبيت تعتبر هي حركة انتقالية. فبهذا الفصل راح نتناول الحركة الانتقالية اللي تكون جميع أجزاء الجسم تتحرك بنفس الاتجاه، مثل حركتنا. حركتنا تكون باتجاه كل أجزاء جسمنا تتحرك بنفس الاتجاه. هنا أيضا راح ندرس أيضا حركة البارتيكلز اللي هي الجسيمات اللي تمتلك كتلة وليس لديها أبعاد، أيضا راح ندرس حركتها. وطبعا راح تكون هنا دراستنا للحركة على الخط المستقيم. إذا بالفصل الثاني راح نصب اهتمامنا على الحركة وحركة الجسيمات، حركتها نوعها هي حركة انتقالية. أول شيء راح ندرس الحركة بالوان دايميشن، بالبعد الواحد. نقصد بها أنه التغيير اللي يكون في موقع الجزيئات، وهذا التغيير في موقع الجزيئات نسميه بالديسبليسمنت، الإزاحة. يعني إذا فرضنا أدنى جسم يتحرك من النقطة X sub I إلى النقطة XF، فالمسافة بين نقطة البداية ونقطة الوصول اللي تمثلنا هي دلتا X، هاي تمثلنا الديسبليسمنت، الإزاحة. طيب الأفرج فيلوسيتي اللي نرمز لها B بالنسبة إلى البارتيكل تمثلنا هنا معدل، طبعا هنا بالنسبة للأفرج فيلوسيتي اللي تمثلنا هي متوسط أو معدل السرعة اللي نقصد بها هو تغير الإزاحة في وحدة الزمن. الإزاحة كمية اتجاهية، بينما الزمن كمية عددية. وبالتالي حاصل قسمة كمية اتجاهية على كمية عددية بتكون كمية اتجاهية، فهي ملاحظة جدا مهمة. طب لو كانت المسافة أو الإزاحة تساوي صفر، هل يوجد average velocity؟ بالتأكيد راح يكون الجواب كلا. ليش؟ لأنه دلتا X على دلتا T، فدلتا X حنعوض مكانها صفر، صفر على أي قيمة بيكون المقدار صفر. الملاحظة الأخرى المهمة أنه الـ average velocity ما راح تعتمد لنا على الباث المسار، وإنما اعتمادها فقط يكون على الـ initial and final coordinate، الإحداثيات البدائية والنهائية. نأخذ مثال بسيط نوضح من خلاله الـ average velocity والـ displacement. الـ particle moving along the x-axis is locate at xi equal. طبعا هنا نقصد به انه الجزيئات تتحرك على طول محور x من نقطة البداية اللي هي xi يساوي 12 عند الزمن 1 second، ونقطة النهاية اللي هي تكون x sub f اللي يساوي 4 متر عند الزمن 3 second. المطلوب هو الآتي: اولا الـ displacement الإزاحة، ثانيا الـ average velocity معدل السرعة، ثالثا الـ average speed خلال الفترة المذكورة. طيب حتى نحسب هنا الـ displacement، طبعا هنا راح يكون عندي الفرق ما بين نقطة النهاية ونقطة البداية. فلو تلاحظون هنا نقطة
حنسوي فرق بين نقطة النهاية ونقطة البداية. نقطة النهاية 4 ونقطة البداية 12. نقطة النهاية مثل ما تشوفون 4 ونقطة البداية 12، فأربعة ناقص 12 ناقص 8. طيب بالنسبة هنا للـ average velocity شو راح تكون؟ مقدار معدل تغيير الإزاحة على تغيير الزمن، يعني ناقص 8 على 3 ناقص 1. ليش؟ لأنه الزمن النهائي 3 والزمن الابتدائي 1. النتيجة النهائية اللي نحصل عليها راح تكون هنا هي ناقص 4. طبعا وحدات الـ average velocity هي المتر على السكند. لو تلاحظون هنا انه الـ displacement والـ average velocity راح تكون نيجاتيف، بسبب طبعا جدا مهمة انه الجزيئات تتحرك الى اليسار، وهي معناتها لذلك راح تكون قيمة كل من الـ average velocity والـ displacement راح تكون هنا سالبة، يعني معناتها عندي تناقص في قيمة الـ x. المطلب الثالث حيكون عليكم واجب، هو يمثل الـ average speed. طبعا قانون الـ average speed هو الـ total distance على الـ total time. كل اللي حسوه حنطيكم بس هند بسيط للحال، انه الـ total distance حيكون عملية جمع المن للـ distance، الـ total time جمع للـ time. أتمنى أستلم أجوبتكم على الموديل. إحنا هنا قلنا فصل الثاني حيتعلق عن حركة الجسم، الحركة اللي يقطعها الجسم من، والحركة أما تكون انتقالية أو دورانية أو اهتزازية. بالنسبة للحركة هي حركة انتقالية. طيب هذه طبعا حركتنا دائما تكون منتظمة وعلى خط مستقيم، يقطع فيها الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طبعا تكون هنا السرعة والاتجاه والمقدار ثابتين. من يصير التغيير في المقدار أو في الاتجاه بالتأكيد راح يكون هنا يعني الجسم يتحرك بسرعة تكون متغيرة. فعندي هنا نوعين من السرعة. طبعا هنا بالأفرج فيلوسيتي احنا ذكرنا فقط معدل السرعة، ما ذكرنا أنه الجسم يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية وأنه السرعة والاتجاه ثابتين، فقط حسبنا معدل السرعة. طيب كيف راح نحسب أنه الجسم يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية؟ من خلال السرعة الآنية أو الانطلاق الآني. طبعا السرعة الآنية والانطلاق الآني قانون هو دلتا أكس إلى دلتا تي، ودلتا تي هنا تقترب إلى الصفر، راح نأخذها الغاية. هنا الجسم راح يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يعني مثلا لو أنا عندي سؤال أريد أحسب من خلاله كيف الجسم يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، بما أنه هنا عندي فد متغير أريد أدرسه، فش راح نستخدم؟ راح نستخدم المشتقة، وهذا راح نشوفه بمثال. طبعا الفيجر اللي أمامكم بدي أوضح إن لما تكون هنا السرعة الآنية أكبر من الصفر، لما تكون السرعة الآنية صفر، ولما تكون السرعة الآنية أقل من الصفر، يعني بداية المنحني السرعة الآنية أكبر من الصفر، وسط المنحني السرعة الآنية صفر، نهاية المنحني معناته أن السرعة الآنية أقل منين؟ أقل من الصفر. طيب لو كانت أنا عندي جزيئات تتحرك على طول محور X، طيب وهنا عندي الإحداثيات تكون متغيرة في الزمن أو متنوعة مع الزمن، مثل ما نشوف هنا على الفيجر. طبعا هنا الزمن هو عندي صفر وعندي واحد وعندي اثنين وعندي ثلاثة، يعني معناته أنه التايم هنا عندي مجزأ صفر واحد واثنين وثلاثة. المطلوب من عندي هو أولا أنه أحسب الـ displacement اللي هي نقصد بها الإزاحة المن للجزيئات بالزمن من t يساوي صفر إلى t يساوي واحد. حتى أحسب الإزاحة يعني معناته راح نقول دلتا x يساوي x sub f ناقص الـ x. طبعا هنا أنا عندي هنا الـ x معبر عنه بالدالة اللي هي نهاية الدالة 4t زائد 4 ناقص عفوا ناقص 4t زائد 2t تربيع. الـ x يساوي
ناقص 4G زائد 2 تربيع، فهنا راح نعوض في كل مرة لما أتكلم عن الـ X sub F أو الـ XI راح نعبر عنه بما بالدالة. طب شو اللي راح يتغير هنا عندي؟ راح يتغير الزمن، يعني مثلاً أنا من أتكلم عن السرعة النهائية أعوض بالزمن اللي يكون بالسرعة النهائية، والزمن بالسرعة النهائية مثل ما تشوفون حضراتكم الزمن هو راح يكون واحد، بينما لما أتكلم عن الانطلاق أو نقطة الانطلاق راح نعوض بالزمن الابتدائي اللي يكون شقد؟ اللي يكون صفر. فعملية حسابية بسيطة نستنتج من عدها أنه ناقص 4 زائد 2 راح يكون عندي نتيجة هو ناقص 2. هذا الشيء مثلنا الديسبليسمنت لما يكون عند الزمن من تي يساوي صفر إلى تي يساوي 1. طب لو هنا انتقلنا، طبعا احنا قلنا الزمن مقسم عندي مثل ما تشوفون حضراتكم بالفيجر مقسم إلى 0 1 2 3. هسه أنا أخذت الفترة الأولى اللي هي من 0 إلى 1. طيب لو أخذنا هنا الزمن من 1 إلى 3، يعني معناته هنا النقطة النهائية عند الزمن 3 سكند، والنقطة الابتدائية عند الزمن 1 سكند، يعني نعيد نفس الخطوة ونحصل على قيمة جديدة للإزاحة لما يكون الزمن من 1 إلى 3. إذن هسه شو حسبنا؟ حسبنا الـ displacement. طيب الـ displacement دائما من نحسبها وين نوظفها؟ في إيجاد الـ average velocity، في إيجاد الـ average velocity بالنسبة للفترتين، يعني الفترة الأولى من 0 إلى 1 والفترة الثانية من 1 إلى 3. بالنسبة إلى الـ average velocity الأولى راح يكون هي دلتا X على T. احنا قبل شوية طلعنا؟ قبل شوية طلعنا دلتا X اللي هي ناقص 2 بالنسبة للزمن 1 ناقص 0 1. إذا طلعنا أول average velocity هو ناقص 2 متر على السكن، الفترة الثانية الدلتا X مثل ما طلعناها هي 8، الزمن هنا عندي 3 ناقص 1 2، إذا طلعنا هنا الزمن الثاني. طب لو نريد نحسب هنا السرعة الآنية، إيش راح نحسب السرعة الآنية؟ بالسرعة الآنية راح نجري اشتقاق المن للدال، طبعا الاشتقاق بالنسبة المن بالنسبة إلى التي، فمن اشتقاق إيش راح يصير؟ ناقص 4 زائد 4 تي، ناقص 4 زائد 4 تي. طيب الزمن اللي راح نعوض به هو 2.5 سكند، 2.5 سكند، فش تكون النتيجة؟ راح تكون 6 متر على السكند. طب لو غيرنا هنا بت زمن وخذناه مثلا 4 سكند، نفس القانون ينعاد، يعني ال V يساوي D إلى DT ناقص 4 T زائد 2 T تربيع، راح نجي نشتقه، ناقص 4 زائد 4 T، واللي راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا ناقص 4، النتيجة راح تكون هنا عندنا من نجي نشتق بالاشتقاق راح تبقى ناقص 4 ناقص 4 تي، طبعا ناقص 4 تنزل هنا عندنا، طبعا ممكن نسحب إذا نحب نسحب الأربعة فيبقى ناقص 1 زائد تي، بدل التي راح نعوض؟ راح نعوض 4 سكند، نعوض هنا 4 سكند، يعني من ندخل الأربعة فش راح يصير؟ ناقص 4 زائد 16 فيكون نتيجة 12 متر على السكند. طيب المثال الآخر، لو كان عندي هنا أيضا الجسم يتحرك طبعا على طول محور X، عندي هنا الكوردينات تكون منوعة مع الزمن ومثلة طبعا هنا برسم مماثل الرسم السابق. المطلوب الأول إنه نحسب هنا الـ average velocity، طبعا هنا من تي يساوي 2 طبعا نقطة الانطلاق، والنقطة النهائية إنه تي سب اف يساوي لنا 3 سكند. نقطة البداية إيش راح تكون؟ طبعا إحنا السؤال اللي عندنا هنا يعني 4 تي تربيع ناقصا 4 تي، 4 تي تربيع ناقص 4 تي. طيب حنعوض بدل التي، راح نعوض بدل التي 2، فش صرنا؟ 3 2 الكل تربيع ناقصا 4 2، فطلعنا هنا نقطة البداية. نقطة النهاية
يعني ناقص راح تكون طبعا ناقص راح يكون 3، فثلاثة مضروبة في ثلاثة تربيع ناقصا أربعة في ثلاثة 27 ناقصا 12 و 15. إذا راح نحسب هنا راح نحسب displacement، يعني معناته 15 ناقص ناقص 4. الزمن هنا 3 ناقص 2 1، إذا معناته راح نحسب بالبداية هنا average velocity. إذا حبينا نحسب هنا السرعة الآنية راح نشتق هنا المقدار، فشكون مشتقته؟ ناقص 4 زائد 6 تي، ناقص 4 زائد 6 تي. بدل التش راح نعوض، راح نعوض 4، يعني 6 في 4 راح يكون الناتج قد عندي 24، 24 راحت 4 فيبقى عندي 20 هذا المتر على السكند. السؤال الآخر هنا راح يسأل يقول متى تكون الجزيئات في حالة ريست وعند أي مسافة من حركتها تكون في حالة ريست عندما V يساوي لنا صفر، يعني شو وقت الجزيئات تكون في حالة سكون ما بها أي حركة. راح نفترض هنا أنه السرعة الآنية صفر، يعني احنا مشتقين السرعة الآنية اشتقاق، اشتقين انه ال V اللي يساوي لنا 6 T ناقص 4. راح نفترض انه هنا ما عندي سرعة آنية، ليش؟ انه ما عندي جسم يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية في ال V صفر. فمن هنا فرضت ال V صفر أريد أطلع التيش راح تكون في أي زمن يكون هنا الجسم أو الجسيمات في حال السكون. فش راح هنا ننقل 6 T يساوي لنا 4، إذا معناته تيش راح يساوي لنا 4 على 6 2 على 3. إذا اللي راح يساوي طلعنا الزمن 0.66 سكند، تمام؟ إذا معناته نيجي على المعادلة الأصلية نعوض بدل كل تي الزمن اللي إحنا حصلناه. فهنا راح نجي نحسب إنه لما يكون الجسم في حالة سكون وإنه السرعة الآنية تكون صفر، فعند أي مسافة راح تكون حركة هذه الجزيئات في حالة السكون، يعني معناته الجزيئات من دخلت في مرحلة السكون هل هي بالليفت لاين أو هي بالرايت لاين، بما أن الإشارة سالبة فش راح يكون هنا؟ راح يكون طبعا هنا بالليفت of the point of origin، يعني معناته أنه هاي الجزيئات لما أصبحت في الجزء اللي يعني خلينا نقول أنه السالب أصبحت هي في حالة سكون وتوقف عن الحركة. وشكرا لكم.